حضرنا اليوم هذا الحفل المبارك المتمثل في الزواج الجماعي لشباب ولاية خنشلة بمبادرة من سبل الخيرات، من مجلس سبل الخيرات لهذه الولاية، ومن مساعدة من محسنين. مثل هذه التظاهرات والأعراس الجماعية راهي تحافظ على إنسانية الإنسان، ثم إنها محافظة على هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آية الله عز وجل في خلقه، المحافظة على الفطرة الإنسانية في وقت اللي كاين الناس حبوا يهدموا الأسرة. على بالكم بلي الزواج هذا في الوقت هذا تاعنا راه صعيب صعيب وصعيب بزاف، وحنا نشكروا الجمعية هذه اللي شاركت في المبادرة هذه. نشكر الجمعية الدينية الأمير عبد القادر على هذا التكريم وعلى هذا الحفل، يعني رحمة رب العالمين يعني، والحمد لله يا رب العالمين.